اللي حصل مع ورتر بواليا انا شفته وحسيت بيه وعشته داخل ملعب التتش ايام فلافيو، سنه كامله انتقادات، لكن فلافيو داخل ملعب التتش، تعامل اللعيبه وتعامل الجهاز الفني وتعامل اعضاء النادي والجمهور مع فلافيو هو اللي اداله الدفعه انه يكمل مع الاهلي عشان يستمر. وبالفعل فلافيو بعد كده بقى من هداف النادي الاهلي مع عماد متعب، وشفنا موسم واثنين وثلاثه ولا اروع من فلافيو الانجولي. صبرا على اللعيبه، عندكم احسن لعيبه في مصر، عندكم لعيبه فازت باثنين دوري ابطال افريقيا، برونزيه كاس العالم، بتنافس في الدوري الاخر رمق، والاهلي هو المرشح باذن الله للفوز بالدوري هذا الموسم. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نرجع مع بعض، لسه عندنا تفاصيل اكتر في ترند الاهلي.